بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله يستنبط من بعض الآيات القرآنية فوائد، يستنبط منها فوائد دقيقة مختصرة تحتاج إلى توضيح لعظيم فائدتها وحاجة الناس إليها. ومن ذلك ما استنبطه من آيات قرآنية مما جمع وصار كتابا وسمي تفسير، سمي تفسيرا، وذلك لفائدته. ومن ذلك ما ذكره على آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية وهي في شأن اليهود الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإسلام وطالبهم بما في التوراة من بيان من أمرهم باتباعه عليه الصلاة والسلام، فإن التوراة فيها الأمر باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أوصافه المميزة له عن غيره، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن حملهم الحسد والكبر على أن امتنعوا من اتباعه وهم يعلمون أنه رسول الله، حملهم الكبر والحسد من اتباعه، ولذلك قال تعالى: ولما جاءهم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم أي اليهود رسول من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم في التوراة من صفاته وبيان شريعته، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق
وموافق لما في التوراة من أوصافه وعلاماته وإثبات رسالته، وهم يعلمون ذلك، لكن حملهم الكبر والحسد على أن أبوا أن يتبعوا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، فريق أو كلهم، منهم من أسلم اعترف بالحق وأسلم، لكن فريق منهم عاندوا وكابروا ونبذوا ما معهم من التوراة، نبذوه طرحوه طرح مستكبر ومعاند. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أهل كتاب وعلم، ومع هذا ينبذون كتاب الله ولا يتبعونه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة، وراء ظهورهم استخفافا بها، احتقارا لها، بسبب الحسد لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، أي التوراة التي فيها أوصاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم استهانة به، وأيضا لا ينوون الرجوع إليه، نبذوه وراء ظهورهم لا ينوون الرجوع إليه، كأنه شيء تافه لا قيمة له، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. فعلهم هذا فعل الذي لا يعلم، ولكنهم يعلمون، اتصفوا بصفات الجهلة، اتصفوا بصفات الذين لا يعلمون، وكأن التوراة ما جاءت بما كفروا به ونبذوه وراء ظهورهم. لما نبذوا التوراة، أي شيء أخذوه؟ أخذوا كتب السحر، أخذوا كتب السحر بدل من التوراة، والعياذ بالله. وأعظم من ذلك أنهم نسبوا هذه الكتب إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، نسبوها إليه، إلى نبي من أنبياء الله، مع أن السحر كفر، السحر كفر، وذلك لأن الله جل وعلا سخر الشياطين مردة، سخرهم لسليمان يعملون له ما يشاء، وهذا مما اختص الله به سليمان، لأنه دعا ربه قال ربي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا مما أعطاه الله سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام. لأن الله أعطاه الملك وأعطاه النبوة، فهو رسول النبي، كما أن أباه داود عليه السلام رسول النبي، جمع الله له بين الملك والنبوة،
ولما كانت المردة تعمل لسليمان بأمره وكان معهم السحر وكتب السحر، ظنت اليهود أن هذا السحر من مواريث سليمان وأن سليمان كان يسحر وأنه إنما سخر المردة بسبب السحر يسحرهم حتى خضعوا له، فظنوا أن سليمان أو اتهموه في السحر عليه الصلاة والسلام. قال واتبعوا أي اليهود ما تتلو الشياطين، ما تتلو الشياطين، تتلو معنى تتبع، والشياطين تتبع السحر لأنه من عملهم. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في عهد ملك سليمان، في عهد ملك سليمان. اليهود أخذوا ميراث الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام. الله نفى عن نبيه سليمان هذه الفرية، فقال وما كفر سليمان أي ما سحر، عبر عن السحر بالكفر، والكفر لا يليق بالأنبياء. وما كفر سليمان أي وما سحر وما استعمل السحر كما ظنته اليهود، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، الشياطين كفرة يعلمون الناس السحر، دل على أن تعليم السحر كفر، تعلمه وتعليمه كفر لا يليق بنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ولا يليق بالأنبياء، ولا يليق بالمؤمنين وأتباع الأنبياء، لا يليق بهم السحر، وإنما السحر يليق بالشياطين وأتباعهم. برأ الله نبيه سليمان عليه السلام من هذه التهمة القبيحة والفرية القبيحة. رد على اليهود في ذلك، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل، بابل معروف أرض العراق، هاروت وماروت، اسم الملكين هاروت وماروت، أنزلهم الله لأجل اختبار العباد، أنزل الله الملكين لأجل اختبار العباد، يعلمان الناس السحر اختبارا وابتلاء، ولكنهما لا يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، نحن نعلمه للناس ابتلاء وامتحان لا إقرارا له واعترافا به، وإنما نعلمهم فتنة واختبار ليتميز المؤمن الصادق من الكافر، المؤمن الذي يمتنع من السحر من الكافر الذي لا يبالي، حتى يتميز هذا من هذا. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر أي لا تتعلم السحر، سمى تعلم السحر كفرا، فدل هذا على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه مخرج من الملة.
إنما نحن فتنة فلا تكفر. يتعلمون منهما أي من الملكين من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر يؤثر المحبة وربط القلوب بعضها ببعض، ويؤثر التفرقة، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف. السحر يفرق ويربط، ما يفرقون به بين المرء وزوجه حتى يكرهها وتكرهه، يتفرقان تفسد العشرة بينهما، وهذا من الإفساد في الأرض. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم، قال الله جل وعلا وما هم، أي السحرة، بضارين به أي بالسحر من أحد، أي أحدا، ومن هذه للتأكيد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، إذنه الكوني القدري لا إذنه الشرعي. الله لم يشرع السحر ولم يأذن به شرعا، وإنما أذن به قضاء وقدرا للابتلاء والامتحان. والله هو الذي يقدر الضرر الذي ينجم عن السحر، وليس السحرة هم الذين يقدرون الضرر، لأن الأمر كله بيد الله. فهذا يفيد المسلم التوكل على الله جل وعلا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون أي اليهود ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون ما هو ضرر محض ليس فيه منفعة. بعض الأشياء فيه نفع وضرر، قد يكون الضرر هو الراجح وقد يكون النفع هو الراجح، فقد يكونان متساويين، ولكن السحر ضرر محض ليس فيه نفع. تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يقدمون على هذا وهم يعلمون، لغرض في أنفسهم، هوى في أنفسهم. والهوى يحمل الإنسان على المخاطر والعياذ بالله، على المكاره. يعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا دليل على أن السحر ضرر محض وأنه لا نفع فيه بوجه من الوجوه. ولقد علموا، قال الله جل وعلا ولقد علموا، أي علم اليهود أن من تعلم السحر أنه يكفر، علموا هذا. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي استبدله بالعلم النافع، من أخذ السحر، علم السحر، من أخذ علم السحر وترك العلم الشرعي، هذا شراء، هذا شراء والعياذ بالله. لمن اشتراه ما له في الآخرة في الجنة من خلاق أي نصيب، وهذا يدل على كفر الساحر، لأن الذي ليس له نصيب في الجنة هو الكافر، أما المؤمن فله نصيب في الجنة ولو أذنب، ولو دون الشرك ودون الكفر، لو أذنب ذنوبا دون الكفر والشرك فله نصيب من الجنة. إنما الذي ليس له نصيب من الجنة هو الكافر، فالساحر كافر كفرا أكبر، ليس له نصيب في الجنة والعياذ بالله. وقد علموا لمن اشتراه
ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. ثم قال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. فهذه الآية استنبط منها الشيخ فوائد عظيمة تزيد على 50 فائدة مفيدة جدا في العقيدة، نستعرضها ونسمعها ونستفيد منها. نعم. قال تعالى ولا بئس ما شروا به أنفسهم، شروا به أنفسهم أي باعوها، باعوها للغضب الله للكفر، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون علما ينفعهم، هم يعلمون كما قال الله جل وعلا ولقد علموا، هم يعلمون لكنهم لا يعلمون. كيف يعلمون ولا يعلمون؟ نعم يعلمون الحق من الباطل ولكنهم لا يعلمون علما ينفعهم وينتفعون بعلمهم، فالذي لا يعمل بعلمه مثل الذي لا يعلم، بل هو أشد عقوبة من الذي الجاهل البسيط، لأن الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب، فهم على جهل مركب والعياذ بالله، أعظم الجهل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، فيه في هذه الآية مسائل يعني فوائد. نعم. الأولى كون ناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا إقامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون واحتجوا بما في الكتب الباطلة. نعم، هذا الأصل أنه في اليهود، أنهم إذا أرادوا أن يستدلوا على مسألة وهم لا يريدون الحق فيها فإنهم لا يستدلون عليها من كتاب الله، لأنهم يعلمون أنه ضدهم، فهم يستدلون بالكتب الباطلة، فهم تركوا التوراة التي هي من عند الله لأنها ضدهم، وأخذوا بعلم السحر وكتب السحر لأنها توافق أهواءهم، وليس هذا خاصا باليهود، فكل ضال ومضل فإنه لا يستدل إلا بالشبهات والمشتبهات والخرافات والأباطيل وما عليه الناس من أجل أن يبرر باطله ويدفع الحق. هذه قضية مضطردة في أهل الضلال من اليهود وغيرهم، أنهم لا يقبلون الاستدلال بكتاب الله وإنما يستدلون بما يخالف كتاب الله من الشبهات والأباطيل والحجج الكاذبة ليموهوا بها باطلهم ويدفعوا بها الحق، ولكن هذا لا ينفعهم أبدا ولا يضر الحق وأهل الحق، إنما يضرهم هم. تنبهوا لهذا، هذه قاعدة. نعم. الثانية أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول الله من الرسل، على رسول، نعم على رسول، نعم. لا اسم أن من العجب احتجاجهم بذلك على رسول من الرسل. نعم، احتجوا به على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس برسول، احتجوا بكتب الباطل
تركوا التوراة التي تؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقه، تركوها وأخذوا الباطل، كتب الباطل من السحر الذي عملته الشياطين، احتجوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجوا بالسحر وكتبه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين بسبب الهوى والعياذ بالله. وهذه طريقة كل ضال وملحد ومتبع لهواه، أنه لا يستدل بالحق وإنما يستدل بالباطل، ويروج على العوام الذين لا يدرون ولا يميزون. نعم. الثالثة أن الكلام يدل على أنهم يعلمون لقوله كأنهم لا يعلمون. هذه مصيبة، فعلوا هذا مع أنهم يعلمون، لكنهم فعلوا فعل الذي لا يعلم، هذه أشد مصيبة، فعلوا فعل الذي لا يعلم وهم يعلمون، يعلمون أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق، وأن التوراة جاءت بإثبات رسالته والأمر باتباعه، يعلمون هذا ولكنهم تجاهلوا هذا وصاروا كأنهم لا يعلمون. نعم. الرابعة أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذبا عليهم. المسائل الباطلة مثل السحر قد تنسب إلى الأنبياء، كما نسبت إلى سليمان عليه السلام. المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم؟ قد ينسب إلى النبي وينسب إلى العالم ما لم يقله ولم يصدر عنه لأجل الترويج للباطل، وهذا يجب التنبه له، وأنه لا يجوز أن ينسب إلى الأنبياء ولا إلى العلماء الصادقين ما لم يصدر عنهم وما لم يقولوه، وما أكثر ما ينسب الآن إلى أهل العلم خصوصاً الأموات، ينسب إليهم أنهم قالوا كذا وأنهم قالوا كذا، وفي الحقيقة أن هذا كذب عليهم، لكن لكونهم أمواتاً ما يدافعون عن أنفسهم، ما يدافعون عن أنفسهم، ينسبون إليهم أقوالاً وأفعالاً لم تصدر عنهم. اليهود نسبوا إلى سليمان السحر والعياذ بالله، وكذلك من ينسب إلى الرسول الأحاديث، من ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الباطلة المكذوبة، كثير من نسبوا أحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الوضع والوضاعون نسبوا إلى الرسول أحاديث موضوعة ومكذوبة، أليس هذا بغريب؟ وقبلهم اليهود نسبوا إلى سليمان عليه السلام ما نسبوا إليه، كذلك ينسبون إلى العلماء فتاوى وأقوالا ما صدرت عنهم ولا قالوا بها، وإنما يريدون أن يروجوا الباطل بأن ينسبوا إلى العالم أنه قال كذا وأنه أفتى بكذا من أجل أن يروجوا باطلهم بالفرية على العلماء، هذا يحتاج إلى تحقيق، فما كل ما نسب يؤخذ على القبول، لا بد من التمحيص والتوقف والتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلينا أن نتثبت بما ينسب إلى أهل العلم، خصوصا في هذا الوقت ينسب إليهم فتاوى وينسب إليهم أقوال ما صدرت عنهم لا هي في كتبهم ولا نطقوا بها، فلا ننساق مع ما ينسب إلى أهل العلم حتى نمحصه ونخلصه من الكذب. ولو قدر أنه ثبت عن العالم قول فيه خطأ فإننا نعتذر عن ذلك العالم ونقول الحق يتبع ولا يتبع قول فلان لو ثبت هذا. الحجة ليست بقول فلان، إنما الحجة بالكتاب والسنة. وإذا عالم أخطأ فإننا لا نقبل خطأه، ولكن لا ننقص من قدره أو نحط من قدره، بل نقول هذا خطأ غفر الله له وهو مجتهد لكن أخطأ. نعم. الخامسة أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقين. نعم، إذا كان الأنبياء نسب إليهم الباطل فكيف لا ينسب إلى العلماء والصديقين، العلماء الصادقين الربانيين، كيف لا ينسب إليهم؟ ينسب إليهم كثير، وهذا واقع. نعم. السادسة أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء، كما وقع أشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ذلك وهو أن ينسب إلى الأنبياء أو إلى الصديقين ما لم يصدر عنه واقع في زمن الأنبياء، كما حصل في زمن سليمان، وكما حصل في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكم نسبوا إليه في وقته من الكذب والباطل، ولكن الله جل وعلا نسخ ذلك وأبطله ونفاه عن رسوله وثبت الحق. نعم. السابعة أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. نعم. أن الشياطين مزجت به الحق في زمن سليمان. الشياطين مزجت الباطل بالحق في عهد سليمان، مزجت السحر مع نبوة سليمان عليه السلام من أجل أن يروج السحر، وهذه مصيبة. ولبس الحق بالباطل هذه طريقة اليهود، لا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون. يلبسون الحق مع الباطل، يخلطون هذا مع هذا من أجل أن يصدق ويؤخذ، وهذه لا يميزها إلا أهل العلم وأهل البصيرة. أما العوام قد تروج عليهم هذه التلبيس، وما أكثر التلبيس، تلبيس الحق بالباطل حتى يقبل الباطل. لو كان الباطل عاريا عن الحق ولا مع شيء من الحق لما قبله الناس، ولكن يجعل معه شيء من الحق حتى يصدقه الناس. هذه قضية التلبيس يحذر منها غاية الحذر. فاليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يلتبس الحق بالباطل ويقبل السحر، ما دام أنه عن سليمان خلاص. كذلك غير شياطين الإنس الذين يلبسون الحق بالباطل ويخلقونه ويقدمونه للناس من أجل أن الناس يقبلونه، مثل الذي يدس السم القاتل مع الطعام أو مع الشراب
مع الطعام الشهي أو الشراب اللذيذ يجعل معه سم. كذلك هذا في المحسوسات، كذلك في المعنويات، يدسون الحق، يدسون الباطل مع الحق حتى يروج الباطل، لأن الباطل لو كان مكشوفا ما قبله أحد، لكن لما يكون مغطى بشيء من الحق يقبله الجهال والذين ليس عندهم نقد وبصيرة في تمييز هذا من هذا. نعم. الثامنة: بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان ممن نسب ذلك إليه واستحسنه أو قدح في سليمان، كما ضل أناس كثير في علي لما قتل عثمان. نعم، الناس انقسموا في قضية ما نسب إلى سليمان إلى ثلاثة أقسام: قسم صدقوا النسبة ونسبوا السحر إلى سليمان وهم اليهود قبحهم الله، وقسم قدحوا في سليمان، صدقوا أن السحر هذا من عمله فقدحوا فيه عليه الصلاة والسلام لجهلهم بذلك، وقسم وهم الوسط وهم أهل الحق الذين لم يقبلوا نسبة السحر إلى سليمان بالبراهين القطعية أن سليمان لا يستعمل السحر، لأن السحر كفر، وما كفر سليمان يعني ما سحر. هؤلاء هم أهل الحق الذين نفوا نسبة هذا إلى سليمان وبرأوا سليمان عليه السلام من هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. التاسعة: أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل. من فعل السحر فعله مجرد فعل ولو كان يعرف أنه باطل ولا يصدق به، لكن فعله لغرض من الأغراض، إما لإظهار مهارته وإما ليأخذ به مالا يبتز به أموال الناس، أنه يكفر ولو لم يعتقد أن السحر حق. مجرد الفعل، مجرد السحر، مجرد تعلم السحر وتعليمه وعمله كفر ولو كان يعتقد بطلانه، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. نعم. العاشرة: أن الشياطين يعلمونه الناس. أن السحر، العاشرة أن السحر من تعليم الشياطين لا من تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا هو الفصل في هذه المسألة، أن من عمل السحر أو صدق به أنه يكفر، من صدق به يكفر ولو لم يعمله، ومن عمله يكفر ولو لم يصدق به، هذه قاعدة معروفة. فلا يقول والله أنا بتعلم السحر وأنا أعتقد بطلانه، ولكن بتعلمه من باب المهارة ومن باب المعرفة بالشيء، نقول لا، هذا كفر، تعلمك إياه كفر ولو أنك تعتقد بطلانه، لأن الله أطلق أن تعلم السحر كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لو قال صحيح أنا أعرف أنه فتنة لكن بتعلمه باب الخبرة والمهارة ويكفر بهذا، لماذا؟
لأن تعلم السحر خضوع للشياطين وتعلم من الشياطين، والذي يتعلم ويتلقى عن الشياطين يكفر، الذي يتعلم عن الشياطين ويتلقى علمه عن الشياطين وعن شياطين الإنس والجن يكفر، ولو يقول أنا ما أصدقه. الفرية اللي يرددها بعض الناس تعلموه لا تصدقوه، هذه فرية باطلة ولا تجوز. تعلموا السحر ولا تصدقوه، لا، هذا كلام باطل. الله حكم بأن تعلم السحر كفر مطلقا، سواء صدقه أو لم يصدقه، لكن إذا تعلمه وصدقه كفره أشد. نعم، لعله يكفي هذا. أخذنا 10 وزن 40 أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يضاعف لكم الأجر والمثوب على ما قدمتموه لنا من خلال شرح هذا المتن العظيم. ونستأذنكم في هذا التنويه، قد نوهنا أمس ولكن باب الإعادة، أنه ستنتهي هذه الدورة بنهاية درس يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الثامن إن شاء الله، وستبدأ بعدها دورة قصيرة تسمى بالدورة الرمضانية، وهي تختص بشهر رمضان المبارك من ضمن نشاطات مؤسسة الدعوة الخيرية مع كوكبة مباركة من علمائنا وفقهم الله وأمدهم بعونه وتوفيقه، وهي مجدولة على النحو التالي: الأربعاء 14 من الشهر الثامن، يعني خلال هذا الأسبوع، محاضرة لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بعد صلاة المغرب بعنوان زكاة المال وزكاة الفطر ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين. ليلة الأربعاء يعني قريب، يوم الأربعاء ليلة الخميس. طيب، يفصل يعني ينتهي الدرس، يصير بداله محاضرة. الدرس يوم الثلاثاء يا شيخ، الدورة الدرس في البلوغ يوم الثلاثاء. لا، نخليها تكفي المحاضرة، إما تأخذون الدرس ولا تأخذون المحاضرة، هذا اختاروا اختاروا. نعم، يعني الأربعاء ما في شيء؟ لا، إذا كنا نبي ناخذ درسنا ما في شيء، إذا كنا نخلي درسنا أخذنا يوم الأربعاء. نعم. طيب يا شيخ، طيب سم. يفصل بينه الخميس والجمعة، ثم السبت محاضر لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم السبت 17 من الشهر الثامن، محاضرة لمعالي الشيخ عبد الله بن خنين بعنوان أهل الأعذار في الصيام بعد صلاة العشاء. الأحد 18 من الشهر الثامن، محاضرة لمعالي الشيخ أحمد بن سير مباركي بعنوان المفطرات في الصيام بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الأحد 18 من الشهر الثامن، محاضرة لمعالي الشيخ سعد الشثري بعنوان أحكام صلاة التراويح والقيام والاعتكاف بعد صلاة العشاء. في يوم الاثنين 19 من الشهر الثامن، محاضرة لمعالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد بعنوان تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واجتهاده في العشر الأواخر بعد صلاة المغرب. في نفس اليوم الاثنين 19 من الشهر الثامن، لقاء مفتوح مع معالي الشيخ عبد الله الغديان بعنوان فتاوى رمضانية بعد صلاة العشاء. نعود لعرض الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا لديهم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نبدأ بالأسئلة الواردة عن طريق الموقع الإلكتروني
حيث يقول السائل: ما صحة الصلاة وراء إمام ثبت تعاطيه السحر بكتابة الحروز والجداول؟ ما واضح الصوت عند الصوت، ما وضحه ولا اكتفى؟ ما صحة الصلاة وراء إمام ثبت تعاطيه السحر بكتابة الحروز والجداول؟ ما واضح الصوت على كل حال. خلوه يعيد، خلوه يعيد. أعد مرة ثانية. ما صحة الصلاة وراء إمام ثبت تعاطيه السحر بكتابة الحروز والجداول؟ السؤال واضح، يقول: ما صحة الصلاة خلف إمام يتعاطى السحر يكتب الحروز والجداول السحرية طلاسم؟ هذا ليس له صلاة، هو في نفسه ما له صلاة، لأنه ساحر والساحر كافر، لا تصح صلاته هو حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، فكيف تصح الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه، وهو ليست صلاته صحيحة في نفسه، حتى لو صلى وحده صلاته باطلة حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، شخص خاف على ماله ولم يذهب إلى صلاة الجماعة لحبه لماله وصلى في الدكان، أيقال عنه أنه مشرك ووقع في شرك المحبة؟ إذا خاف الإنسان على نفسه أو خاف على حرمته أو خاف على ماله فإنه يعذر بترك صلاة الجماعة، ويرخص له أن يصلي في مكانه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الخوف يسقط وجوب الجماعة، والحمد لله الدين يسر، ولا يقال أنه مشرك ولا يقال أنه، هذا لا يجوز الكلام، هذا معذور. وحتى لو كان ما له عذر وصلى في بيته وترك، أو في دكانه ترك صلاة الجماعة، لا يكون مشركا، صلاته صحيحة، لكن يأثم على ترك الجماعة فقط. ينبغي أن الأمور توزن بميزان الشرع، ما يتجازف في الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ننتقل لأسئلة الحضور، حيث هذا سائل يقول: قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية، هذه الآية فيها رد صريح على من يجيز فك السحر بالسحر، ولكن البعض ما زال مصرا على جواز فك السحر بالسحر للضرورة، ألا يؤخذ على يديه حتى يكف عن هذا؟ وبارك الله فيكم. السؤال واضح في أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن السحر كهر، وكيف يتداوى بالكهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداوى ولا تداوى بحرام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم، فلا يجوز. وليس هذا من باب الضرورة، لأن السحر يحل بالرقية الشرعية، يحل بالرقية الشرعية من الآيات والأدعية والأدوية المباحة، ولله الحمد، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهل. أما السحر فلا يجوز التداوي به ولا الذهاب إلى السحرة، لا يجوز، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الله إليكم، من أتى كاهنا
وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر أشد من الكاهن، لا يجوز الذهاب إليه ولا تصديقه ولا العلاج عنده. نعم، وهذه فتوى باطلة رد عليها أهل العلم وأبطلوها. إلا اللي عنده هوى ولهم بالي، هذا كيف، هذا على نفسه، يجني على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم في علمكم. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في صيام شهر شعبان، وما هي الحكمة في النهي عن صيام شعبان بعد المنتصف منه؟ الصيام من شهر شعبان سنة، إن يصوم أكثره أو يصوم بعضه هذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فإذا صام المسلم أكثره أو صام بعضه فهذا سنة الحمد لله، وإذا لم يصم فليس عليه شيء لأنه سنة ليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ننتقل نختم بهذا السؤال، حيث يقول السائل: من المعلوم أن لكل سيارة وثيقة رسمية تسمى استمارة سيارة، وكثير ممن يبيعون ويشترون في السيارات بمجرد شرائه السيارة يدفع المبلغ، يقوم ببيعها طلبا للمكسب من دون نقل اسمه للاستمارة، حيث أن النقل يفرض عليه مبلغا للنقل وللتأمين، فهل عمله هذا صحيح وبيعه صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه وإن اشترى السيارة لكن لا بد من قبضها، لا يجوز له بيعها حتى يقبضها، ولا يتم قبضها إلا بعمل إجراءاتها الرسمية، ومنها استخراج الاستمارة باسمه، فإذا أكمل إجراءاتها النظامية جاز له أن يبيعها لأنه قبضها. نعم. نشكر الإخوة في الرياض، ونأخذ أسئلة الحضور. هذا سائل أثابكم الله، يقول: هل تقبل توبة الساحر أم لا بد من إقامة الحج عليه؟ الساحر إذا تاب فإنه لا يسقط عنه الحد، لأن الحد لا يسقط، فيقام عليه حد السحر وهو القتل. وأما فيما بينه وبين الله، إذا كانت توبته صحيحة فإن الله يقبلها ويعفو عنه، أما نحن فنقيم عليه الحد ولا يسقط الحد. نعم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ذكروا أن الساحر لو تظاهر بالتوبة فإنه غير صادق، الغالب أنه غير صادق لأنه زنديق، والزنديق لو أظهر التوبة فهو كاذب. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: هل يؤاخذ الإنسان إذا فعل السحر ولم يعلم أنه حرام؟ كيف لا يعلم أنه حرام وهو يقرأ القرآن والأحاديث؟ لا، يعلم أنه حرام ولو في الجملة، يعرف أنه حرام من النصوص، فلا أحد يعذر بهذا وهو يسمع القرآن أو يقرأ القرآن، يسمع الأحاديث والتحذير من السحر والسحرة. نعم. أحسن الله إليكم، هل الملكان هاروت وماروت كافران بالله لأنهما يعلمان السحر، وما الفرق بين القدر الشرعي والقدر الكوني؟ كيف يكونون ملائكة ويكونون كفرة؟ لا يحترم السائل هذا، ما يحترم الملائكة، ألا يقال إنهما كافران؟ الله أمرهم بهذا ابتلاء للعباد، وينصحانهما ينصحان ويقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. فكونهم يعلمان السحر هذا بأمر الله من أجل ابتلاء العباد وامتحان العباد، لا لأجل أنهما يستبيحان السحر أو يعتقدان، لو كان كذلك ما قال فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. ونحسن لك، الفرق بين القدر الشرعي والكوني؟
ما في قدر شرعي. الإذن، الإذن الشرعي والإذن الكوني. الإذن الشرعي هو الأوامر والنواهي، والكوني هو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا بد من وقوعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص له علاقة محرمة مع امرأتين في بيت، ويريد شخص له علاقة محرمة مع امرأتين في بيت ويريد أن يتوب، لكنهن يتعاملون بالسحر وقالوا: لو تترك العلاقة بنا سحرناك، فماذا يفعل؟ عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل ولا يخضع للتهديد، يتوب إلى الله عز وجل ويتوكل على الله ويصدق العزيمة، والله جل وعلا يحميه ويحفظه إذا صدقت نيته وعزيمته. توكل على الله، وأن يبلغ عن هاتين الخبيثتين، يبلغ المسؤولين عنهما للقبض عليهما والمبادرة بكف أيديهما عن المسلمين، عنه وعن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، إلى قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الآية، ما المقصود بها وفيمن نزلت، وأن في ذلك حديث صحيح؟ نعم، الآية نزلت في آدم وحواء وعمل الشيطان معهما. الشيطان تعلمون أنه عدو للأبوين آدم وحواء، وأنه زين لهما الأكل من الشجرة حتى تابا وتاب الله عليهما، وأنه ما يزال يحاول معهم ومع ذريتهم إلى يوم القيامة، ذبحه الله. ومن ذلك أن حواء كانت تحمل ثم يموت ولدها، كل ما حملت يموت ولدها أو يأتي غير تام. جاء الشيطان وقال لها: سميه عبد الحارث حتى يسلم، وإلا فإني سأقتله. فمن شفقة الوالد على ولده سمته عبد الحارث، سمياه آدم وحواء عبد الحارث لأجل أن يسلم. فهذا من الشرك في الطاعة وليس الشرك في العبادة، هذا يسمونه شرك الطاعة وليس شرك العبادة. فآدم وحواء لم يشركا شرك العبادة، وإنما أطاع الشيطان في هذا فقط، فسمي شركا من شرك الطاعة وليس شرك العبادة. نعم. فالله عاتبهما على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الألعاب البهلوانية والألعاب السحرية، وما حكم مشاهدتها؟ السحر على نوعين كما يأتي في المسائل التي معنا، على نوعين: سحر حقيقي يؤثر ويقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه، وسحر تخييلي وليس له حقيقة وإنما هو ترويج على العيون يسمى بالقمرة. فالسحر هو من هذا النوع، من السحر التخييلي الذي يخيل للناس أشياء ليس لها حقيقة، سيوسر لهم أنه يمشي في النار على النار، أنه يجذب السيارة بالشعرة، أنه ينام على المسامير وتمر عليه، هذا كله كذب ما هو صحيح. يخيل للناس هذه الأمور وهو كذاب، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا جرى من سحرة فرعون مع موسى عليه السلام، خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيلوا إليه، سحروا أعين الناس استرهبوه. هو هذا من السحر التخيلي، فلا يجوز هذا العمل، وإن سموه سركا أو سموه بأسماء بهلوانية وما أشبه أو رياضة، هذا سحر، سحر ما يجوز العمل، ولا جلب السحرة ولا حضور هذه النوادي التي يجري فيها هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول:
أود أن أتخصص في العلم الديني بالنسبة للدراسات الأكاديمية. نعم. يقول أريد أن أتخصص في العلم الديني بالنسبة للدراسة الأكاديمية والوالدان غير موافقين ويرغبان أن أتخصص في العلوم العلمية. لا تطعهما في ترك العلوم الشرعية، لا تطعهما في ترك العلوم الشرعية، تعلم العلوم الشرعية أصلح لك في الدنيا والآخرة. وأقنعهما، يعني الأمور بالإقناع والمحاورة معهما، فأنت بين لهم أن هذا أمر، أن تعلم الشرع أمر واجب على المسلمين، وأنه فيه أجر وثواب عاجلا وآجلا. فهما إذا رأي منك التصميم والعزم وأقنعتهما سيرضيان عنك إن شاء الله إذا تفهمتما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أدخل مع الإمام فأشرع بالفاتحة فيركع وقد لا يمكنني من إكمالها، فهل أتابعه سواء في السرية أو في الجهرية؟ نعم نعم، اتبع الإمام واركع سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، إذا ركع فاركع معه ولو لم تكمل الفاتحة أو لم تقرأها أصلاً، فالفاتحة تسقط في مثل هذه الحالة عنك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، المعنى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إذا قدر لشخص عمراً محدداً يزيد الله في عمره؟ الآية في الشرائع، الآية في الشرائع، شرائع الأنبياء، يمحو الله ما يشاء ويثبت فيها، وليست في القضاء والقدر، إنما هي في الشرائع. لكل أجل كتاب، لكل كتاب من كتب الأنبياء أجل محدد ينتهي العمل به عنده، ثم يأتي كتاب آخر من الله سبحانه وتعالى، فهي في شرائع الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل إنها في صحائف الأعمال التي ترفع إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، أن الله يثبت ما يشاء منها ويمحو ما يشاء منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يقتنون الجوالات ذات الكاميرا، علما بأنهم إذا نصحوا يقولون أنهم لا يستخدمون الكاميرا والعوام يقتدون بهم في شراء هذه الجوالات؟ هذه فتنة وشر. أدوات التصوير لا يجوز اشتراؤها واقتناؤها لا في الجوالات ولا في غيرها. على المسلم أن يتقي الله عز وجل، يشتري الجوال الذي ليس فيه كاميرا، والجوالات كثيرة ليس فيها كاميرات، لا حاجة إلى هذه الكاميرا. نعم. أثابكم الله. يقول: في عملنا في المجال العسكري نقسم على القرآن على أن نعمل العمل على الوجه المطلوب، ونحن نخالف هذه الأوامر بقصد أو بغير قصد، فهل علينا إثم؟ الحلف على القرآن لا أصل له، لا يجوز استعمال المصحف لأجل الحلف عليه، هذه عادة من عادات الناس، والحلف يحترم ولو لم يكن على القرآن، يحترم الحلف ولو لم يكن على القرآن، ويجب الوفاء باليمين والوفاء بالعهد، ولا حاجة إلى استعمال المصحف في هذا، إنما هو من العادات التي لا دليل عليها ولا عمل عليها عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، نريد توضيحا لهذه الثلاث والحكمة من هذا. جمهور أهل العلم على أن المراد بالقطع قطع الثواب وليس قطع الأصل، وأن الصلاة تبطل، وإنما المراد أنها تنقص ثواب الصلاة، هذه الثلاثة تنقص ثواب الصلاة،
هذا الذي عليه جمهور أهل العلم والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم صنع الطعام لأهل الميت والأكل معهم لمدة 3 أيام ودعوة الجيران والأقارب وأهل القرية إلى هذا الطعام؟ أصل صنعة الطعام لأهل الميت سنة، لكن بقدر حاجتهم، قدر حاجة أهل الميت، ولا يحدد هذا ب3 أيام، ما داموا مشغولين بالمصيبة ومشغولين عن إعداد الطعام يصنع لهم طعام، إذا استغنوا عن ذلك فلا يصنع طعام ويجتمع عليه 3 أيام أو أكثر أو أقل، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان الشخص مرهقا من السفر أو نحو فهل له عذر لترك الصلاة في جماعة؟ إذا ذهب للجماعة ما يتقن الصلاة من الإرهاق والنوم، نعم يرخص له في ترك الجماعة، يصلي في بيته ينام يرتاح، لأن هذا عذر. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل أيضا، هل هناك وقت لصلاة نهاية لصلاة المغرب بالتحديد أو بالدقائق؟ صلاة المغرب الصلوات حددت بعلامات واضحة، ما تحتاج دقائق ولا ساعات، علامات واضحة كونية، فالفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، كل هذا وقت لصلاة الفجر، الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء المرتفع يكون مساويا له، ثم يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله الوقت المختار، يستمر وقت الضرورة إلى الغروب. المغرب يكون من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، هذا وقت المغرب. العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الوقت المختار، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. نعم، علامات واضحة ما يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل، لدي زوجتان، فهل من العدل كلما اشتريت لإحداهن شيئا أشتري للأخرى؟ العدل الواجب أن توفر لكل واحدة ما تحتاجه من القوت والكسوة والمسكن والمبيت، هذه الأمور الأربعة يجب العدل فيها، أما ما زاد عليها ليس بلازم. نعم. أثابكم الله، هل الأفضل في رمضان كثرة الختمات تلاوة أم الحفظ الجديد والمراجعة؟ الإكثار من الختمات أفضل، والمراجعة والحفظ وقته ممتد في طول السنة، لكن كثرة التلاوة في رمضان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم، هل ركعتا الفجر وركعتا الطواف يجب فيهما قراءة سورة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية؟ لا يجب، ولكن يستحب، يستحب أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، هذا استحباب، ولو قرأ بغير ذلك من القرآن لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان الإنسان في سفر ودخل وقت الصلاة وهو في طائرة أو سيارة وصاحب السيارة لم يريد أن يتوقف، فهل يصلي في السيارة إذا خشي خروج الوقت؟ إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فيؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، إذا نزل أو توقف السير يصليهما جميعا جمع تأخير، هذا الذي ورد به الشرع. وإن دخل وقت الأولى قبل أن يسافر فإنه يقدم، يصلي صلاة تقديم، يصلي الحاضرة ويصلي معها
الصلاة الأخيرة جمع تقديم قبل أن يرحل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره. نعم. أثابكم الله، ما المقصود باللمم في قوله تعالى إلا اللمم؟ المقصود باللمم صغار الذنوب، صغائر الذنوب، اللمم صغائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصغائر تكفر بأشياء كثيرة، منها اجتناب الكبائر، ومنها فعل الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. ومنها الاستغفار. نعم. أثابكم الله، هل يجوز القول للعروسين ليلة زفافهم بالرفاه والبنين؟ هذه فيها إشكال، لأنها من ألفاظ الجاهلية، لكن بعض العلماء يقول إنها قيلت في الإسلام ولا بأس بقولها، وكون الإنسان يتجنبها ويأتي بألفاظ لا إشكال فيها أحسن. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم نغمة الدعاء في الجوال؟ إذا كان القصد التنبيه على المكالمة فلا يجوز أن يوضع الأذكار والأدعية والقرآن للتنبيه فقط، لأن هذا استخدام للقرآن والأذكار والعبادة في غير محلها. نعم. بالإمكان أن يجعل منبه من غير هذا، يجعل جرس يرن عند المكالمة ويكفي هذا، أو أي صوت مباح لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم قص المرأة لشعرها من الأطراف وليس من فوق الكتف؟ المرأة توفر شعرها ولا تقصه، لأنه من جمالها وزينتها، والشارع إنما أمرها في العمرة والحج أن تقص من رؤوس الشعر قدر أنمله، قدر أنمله، وذلك لأجل المحافظة على شعرها، لأنه جمالها. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا القص إنما فيه تشبه بغير المسلمات، وإذا بلغ الأمر في القص إلى أن يجعل على شكل رأس الرجل فهذا حرام، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فإذا أحفت القص وجعلته كرأس الرجل صار هذا حراما، وملعونة من فعلته، يعني تشبه بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة دخل عليها وقت صلاة فريضة وجاءتها العادة وهي لم تصلي هذه الصلاة. نعم. امرأة دخل عليها وقت صلاة فريضة وجاءتها العادة وهي لم تصلي هذه الصلاة بعد، فهل لها أن تعيد هذه الصلاة بعد طهرها من الحيض؟ امرأة دخلت عليها وقت صلاة الفريضة وجاءتها العادة وهي لم تصلي الصلاة بعد، فهل لها أن تعيد الصلاة بعد طهرها؟ إذا كان الوقت موسع، دخل الوقت ثم حاضت، ليس عليها صلاة، لأن الوقت موسع، الوقت موسع، فلا تعيد الصلاة الأولى التي دخل عليها الوقت ثم حاضت قبل أن تتمكن من الصلاة، ليس عليها شيء. إنما العكس، إذا طهرت في آخر صلاة العصر قبل غروب الشمس فإنها تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. كذلك لو طهرت قبيل الفجر واغتسلت إنها تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. نعم. أثابكم الله، إذا أتيت من بلدي وأنا ناول أداء العمرة في رمضان ثم أطلت البقاء في الطائف وأردت أن أعتمر عمرة قبل رمضان وعمرة في رمضان، فهل من حرج في ذلك؟ لا حرج عليك في ذلك، تأخذ عمرة قبل رمضان وعمرة في رمضان، لا حرج عليك في ذلك. نعم. ولكن كونك تبقى في المسجد الحرام
تصلي وتتلو القرآن وتعتكف أفضل من الخروج للإتيان بعمرة من مكة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كانت المسافة بين مقر عملي وبيتي أكثر من 100 كيلومتر، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ إذا كان بين عملك وبين مبادئ قريتك أو بلدك، مبادئ البنيان بالبلدة التي تسكن فيها، بين نهاية البنيان والمكان العمل مسافة قصر، يجوز لك القصر. نعم. ويجوز لك الجمع. نعم. في الطريق راجعا ذاهبا وراجعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يتجمع لدي مبلغ من المال وأشتري به أرضا، كلما أصبح لدي مبلغ وليس في نية المتاجرة بها، وإنما أشتريها لحفظ المال، هل في ذلك زكاة كل سنة أم عند بيعها؟ أولا، الدراهم اللي تجمعها إذا حال عليها الحول زكيها، ولو أنك ناوي أن تشريب شيء زكيها إذا حال عليها الحول. ثانيا، إذا شريت أرضا أو بيتا تريد منه الاستثمار تأجير، فإنه لا زكاة فيه، لكن الزكاة في أجرته إذا كنت تأجره. إذا كنت ما تنويه للتأجير، تنويه للقنية والسكنة، فليس فيه زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. وإن نويته للبيع فإن الزكاة في قيمته، يثمن ويزكى إذا حال الحول عليه بعد النية. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال. يقول السائل: لي أرض بمدينة جدة، جعلها عدد من الشباب ملعب لكرة القدم، وهيأوها بكشافات وغير ذلك. سؤالي: هل يجوز لي أن أؤجرها عليهم؟ أجرها ملعب، يتركون الصلاة ويلعبون، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.